الكهنة الأجلاء، أيها الإخوة والأخوات، العيد يعبر، أما الإيمان بقيامة يسوع فحياة تحيينا. النقاوة عيد مقيم، لو كنا حقا قادرين عليها لما كنا في حاجة إلى عيد. الذين يريدون أن يقوموا من خطيئتهم، هؤلاء وحدهم لهم الحق بأن يقولوا المسيح قام. لأجل ذلك سعينا اليوم مع جوقة السيدة الأرثوذكسية في بيروت إلى أن نعيش ترتيلاً مصلياً من هذا الموسم الخلاصي والمستمر حباً في كنيستنا. العنادل لغة فيها عنا وفيها دلة، وإذا أردنا كمسيحيين أن نعني وندل فلا نعني ولا ندل إلا على وجه أبي ربنا يسوع المائت عن خطايانا والقائم في وجوهنا وصلاتنا. فيا أيها العنادل، برمانا تشكركم لأنكم عنيتونا جميعا في صلاتكم ودللتونا جميعا إلى وجهة العيد، إلى القلب القائم. ببركة راعينا الحبيب المطران جورج خضر، نشكركم جميعاً، راجين الله أن يمدكم بكل حب وسلام من عنده. ختاماً، الموسيقى لغة ملائكية، بعد أن نقلتونا إلى السماء كل شكر يزيد على ما تقدم يبقى بنغم، والمسيح قام.